مساء الفل عليكم متابعين كل الكورة في كل مكان. حلقة جديدة من كواليس الزمالك. نجم من نجوم الدوري للكل خلاص حاطت عينه عليه، والبعض بدأ يتكلم عليه، طب ده رايح فين، طب ده مكمل مع فريقه ولا لا، وهو البولكيني بلاتي توري. بلاتي توري طبعا لما انضم لبيراميدز خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، الكل كان لسه مش عارف بلاتي توري وإمكانياته. قدر خلال الست شهور دول انه يكون واحد من نجوم الدوري، اللي خلى جمهور الأهلي وجمهور الزمالك يبدأ يقول ليه لعيب زي ده ما نجيبوش، ليه ما يبقاش عندنا لعيب شبه بلاتي توري. بلاتي توري البعض او بعض المقربين كده من اللاعب بدأوا يتكلموا معاه ان تكون موجود في نادي الزمالك، وهيبدأوا يعرضوه على ادارة الكرة. بلاتي توري كان انضم لبيراميدز يناير اللي فات بعقد لمدة موسم ونص، طبعا في خيار للتمديد لكن ده برغبة اللاعب. خلاص اللاعب ممكن في يناير الجاي ده يقدر يمضي لأي فريق، عشان كده بدأ المقربين من اللاعب يتكلموا مع اندية تانية، منهم نادي الزمالك وادارة الكرة في نادي الزمالك اللي هيعرضوا عليها اللاعب، عشان لو في رغبه ان هو يكون موجود سواء الانتقالات دي ويتم تقديم عرض رسمي لاداره بيراميدز، او في يناير ويجي كصفقه انتقال حر بنهايه الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع بيراميدز. لاعب تاني وهو اسامه جلال، واحد من اهم السرد باكات اللي موجودين في الدوري المصري، نجم منتخبنا طبعا منتخب الاولمبي، وكان متواجد في نادي انبي، قدر ان هو يقنع الجميع بمستواه. بتقدر تقول انه دلوقتي واحد من اهم 3 أو 4 مدافعين في الدوري المصري، عليه خناقه من انديه كتير، منهم طبعا النادي الاهلي. اسامه جلال اتعرض على نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك شايف ان طبعا هيكون في صعوبه لضمه، لان بيراميدز لن يتخلى عن اسامه جلال. الزمالك بدا يفكر ازاي في ملف المعارين. الزمالك استقر على ان كل اللعيبه المعارين هيكونوا موجودين بعد انتهاء السيزون مباشره في تدريبات الفريق. هيتم تقييم مستوى اللعيبه دي في التدريبات من قبل فيريرا، عشان يبدا الزمالك يقرر مين هيكمل. هل مروان حمدي هيكمل؟ وده اتجاه كبير جدا ان هو يكون مهاجم مصري من ضمن المهاجمين اللي موجودين في الموسم اللي جاي مع الزمالك. وباقي المعارين منهم طبعا حمدي علاء، لاعب وسط سموحه اللي برده هيكون بنسبه كبيره متواجد في الموسم الجديد مع الزمالك. باقي المعارين هيبدا بقى الزمالك يحسم موقفهم وفقا للحاله الفنيه للعيبه دي في التدريبات بعد انتهاء الموسم الحالي. الزمالك هيعمل ايه، او اداره الكره بتفكر ازاي بعد انتهاء الموسم بعيدا عن ملف الصفقات؟ في لعيبه كتير في الزمالك اداره الكره شايفه ان عقودها فيها ثغرات او فيها ما يسبب مشاكل الفترة اللي جاية، خاصة ان اللعيبة دي بيجيلها عروض خليجية كتير. طبعا بنتكلم عن زيزو، بنتكلم عن وينشيب، بنتكلم عن فتوح. اللعيبة دي لما كانت جددت مع الادارات السابقة او مع اللجان اللي تولت ادارة الزمالك قبل المجلس الحالي، كانت بتجدد بشروط جزائية، بتجدد ببنود معينة. فادارة الكورة بعد انتهاء الدوري هتكون في جلسات مع اللعيبة دي عشان يتم تعديل عقودهم. تعديل عقودهم ده مش هيجي خالص، ادارة الكورة مش هتيجي خالص ناحية البنود المالية. يعني مش اللعيب ده مثلا بياخد 10 مليون فانا هتكلم عنه مثلا يقللهم، لا، انت بتاخد 10 مليون هتاخد ال 10 مليون، لكن في بنود عايزين نشيلها. الشرط الجزائي مثلا لو انت مصر انه يكون في شرط جزائي، نضاعف المبلغ شويه، بدل ما الشرط الجزائي 30 مليون لا يبقى 60 مليون، او نشيل الشرط الجزائي خالص. بما ان كمان اتكلمنا عن تعديل العقود، كنا انفردنا معاكم قبل كده هنا في كل الكوره عن ملف مهم جدا، وهو عقد البرتغالي جوزوالدو فيريرا. بعد يعني الامكانيات الكبيره اللي اظهرها جوزوالدو فيريرا في قيادته الفنيه لنادي الزمالك، وانه قدر ان هو الزمالك معاه بقوام مش افضل حاجه يتوج ببطوله كاس مصر وعلى مقربه من الحفاظ على لقب الدوري، الزمالك او اداره الكوره بدات تفكر ان ليه ما نمددش عقد فيريرا ويتم تعديل الراتب بتاعه ونطلب منه ان هو يكمل. طبعا عقد فيريرا ممتد للموسم الجاي، مفيش اي مشاكل، لكن الرغبه ان ما استناش ان انا العقد يكون بينتهي، لا، ابدا اتكلم معاه من دلوقتي. لو انت عندك الرغبه ان احنا المشروع بتاعنا اللي عملناه او اللي متفقين عليه يكمل ويكون موجود، فاحنا اهلا وسهلا، مرحبين بده وعايزين ده. هتبدا بعد الدوره على طول اداره الكوره تتكلم مع فيريرا في الملف ده، ان يلا بينا نكلم ونجدد ويكون في تمديد للعقد، وتكمل معانا موسم كمان او موسمين، ويبقى موجود مشروع مع فيريرا. الزمالك في فيريرا تحديدا كانوا عايزين يعملوا ده في 2014 لما احمد مرتضى منصور وامير مرتضى منصور اتعاقدوا معاه وسافروا البرتغال اتعاقدوا معاه في 2014، كان ده هدفهم، كانوا عايزين الراجل يكمل. فمشروع فيريرا والزمالك اللي لم يكتمل في 2014، في رغبه من الطرفين ان هو يكتمل في 2022، ويكون فيريرا متواجد في نادي الزمالك لموسمين ثلاثه، عشان الزمالك متارجت مع فيريرا ان اكتر من كده كمان. الزمالك عايز يفوز بدوري ابطال افريقيا ويستعيد من تاني الامجاد الافريقيه، وشايف ان ده الوقت ان فيريرا يكمل مع الزمالك لاكتر من كده. مش هيكتفوا بس ان الراجل يكون عقده مع الزمالك لنهايه الموسم الجديد، لا، في تفكير بقوه ان كمان فيريرا
اكمل مع الزمالك ل 2024 و2025.